والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله تعالى في ديننا وخلقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تسنو بلا قربان سكتة يسيرة بلا قربان كشوكة شراوستي بلا قربان ولو بيتد بقدر سبحان الله بلا قربان باي اون دي بي بلا. بين التحرم ودعاء الافتتاح بلا قربان داد بستاو وزت وزير رأس المخينة كشوكة السبر بقرا بلا قربان أو زاري وبينه وبين التعوذ لبين وزت وزهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كشوكة الراوستة وبينه وبين البسملة أعوذ بسملة بري وبين آخر الفاتحة وآمين هو ما نفشوش فرمو فرعون فرميان لبين فاتح ولبين آمين وبين آمين والسورة لبين آمين والسورة كنجي إن قرأها أقا سورة تدخين هنزار هنا أخنني وبين آخرها وتكبير الركوع لآخر سورة هر راس هر راس خلاص قد من الجنة والناس مري الله أكبر توزو كش راوستا أو أقص سورة الدخين فإن لم يقرأ سورة أقص سورة النخين فبين آمين والركوع لبين عبيد الركوع قصو كش سكتة لك أو أن السكتة أنا هم يسنة سنة أو لو إمام ومأموم له هموان أو زاري خاص إمامية ويسن للإمام أن يسكت في الزهرية بقدر قراءة المأموم الفاتحة وش فاتح إخين إمام من مسجد زهري رأسا دز بسورة نكا وش السعوديان برش راوسني ما ويا شي باي أوي كمأموم فاتح أخو تواودكا كان جيويا إن علم أنه يقرأها في سكتته كما هو ظاهر أقد الزاني لسكتته دخيني زاري مأمون دقى إمامي دخيني ودرستا أقد مأمون دي زاني مأمون دقى إمامي دخيني فيش ناكل لدوي راوستي بس أقد الزاني بزوريش هروحايا لو بينيك رادا وستي إمام إمامهم هنجي نفاتحي دخيني إذا باش لو ما ويسبك إمام وأن يشتغل في هذه السكتة بدعاء أو قراءة يان دعاء بكام قرآن بخين وهي أولى قرآن بخيني باشترا أو زباشا دي لدويش سورة ناخويني أو قرآن بهيدي دخويني لقى سورتكي فيظهر أنه يراعي الترتيب والموالات بينها وبين ما يقرأه بعدها أقايلي بي أو واباشا أو سورتك بهيدي دخيني دقر عوي دوامين كبقيم دخيني ترتيب بموالات بأقن ويشكا زهري بي زهري جنبي هرويا هر بابا خوي أقايلي ترتيب موالات لأن السنة على قراءة على ترتيب مصحفي وموالاته واباشا حمود مياتو كقرآن دخويني بترتيبه بموالاته ولو خشت كدخويني أزلو يدرن ختم كردن ختم يعني لسعير لفاتحي دخويني كي حتى دقيا الناس أو آخر ترى نقبنا وناو بخيني وفارق حرمة تنكيس الآي اي أزل سورة درست أقبر واشش بخيني برواشش بخيني أول يقول عزب ربي ناسي بخينة لدو يقول وضعي بخينة برزنية أدي أقا آياتي بكي برواشي بري ملك الناس يقول عزب ربي الناس درست أوها نابي باشلو آيات نابي بران سورة دبي هو فرقي سيا وفارق حرمة تنكيس الآي فرقي دقر حراماتي برواشي كنوي آياتانا برواشي آياتان حراما بران برواشي سورة حرامنية بأنه مع كون ترتيبها كما هي عليه من فعله صلى الله عليه وسلم اتفاقا يزيل بعض أنواع الإعزاز أدي بأنه أو تنكيسها مع كون ترتيبها كما هي عليه ترتيب السورة آيات الآن كوا أو هايا أو من فعله صلى الله عليه وسلم اتفاقا لفعل بيغنبري صلى الله عليه وسلم يزيل أو خبر عنها بأنه يزيل بعض أنواع الإعزاز إعزاز كي تقدر معنى آيات تقدر بخلاف إبي سوري برا سورة هز إعزاز في الناسي ترتيب سورة إعزاز جنية ونقل الباقلان الإزماع على حرمة قراءة آية
آية من كل سورة. من كل سورة. بس آية شيء. لها مسورة كان على حرمة قراءة آية من كل سورة. آية لقول والله آية من كل سورة. فمثله تفريق آيات سورة واحدة أو ها لها مسورة شيء يعني. على حرمة قراءة آية من كل سورة أو آية شلو سورتي بخير شلو سورتي استدرن صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أقال آياتك خلاص ببي بأن بياني بسنا سورة شيدي هند الزهران لمولودي وانا دخوينن دوسر سورتان دخوينن لآياتي أي بحسي مولودي بي درن صدق الله العظيم وذن بسم الله الرحمن الرحيم دس بيدك نوقعي ديناك برنا تتسم بسم الله ويلا بين النري وس صدق الله العظيم النري هالرأسا آياتك لو سورة بخيني آياتك لو سورة بخيني للرغي بديش دابني أو حلام قد يودب تسورتك على حرمة قراءة آيات من كل سورة لكن ظاهر قول الحليمي أدي حليمي سيقوت يا نصل بريا الألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الله أكبر راد بس يركوعي أو خلط السورة خلط آية بآية خلط آية من كل سورة لكن ظاهر قول الحليمي خلط السورة بسورة خلاف الأدب أول قوتي حرامة أبي أول قوتي حرامة باقي لاني نقري إزماعيك قوتي حرامة حليمي داري خلاف أدبا أو يك والبيهقي عطف لسار حليمية من ظاهر قول البيهقي سيفر مبيهقي محدثة الأولى بالقارئ وباشا أن يقرأ على التأليف المنقول قلت أولى وهايا أبزا أواب لقصي بيهقية حرامنية لقصي حليميش حرامنية يرده رد قصي باقي لاني دكاتو خبر بول ظاهر لكن ظاهر وممن صرح بكراهته اي او زوب ومكروه نبو حرام وممن صرح بكراهته أبو عبيد وبحرمته كقوتي حرامة ابن سيرين اذا عندك دين حرام عندك دين مكروه قولي زيادة لسر مكروهات بس نيكي باشا ولو تعالى الله ترتيب وتطويل الاولى اي اقبى ترتيب تكر دبايا دبايا ابي دو سورتي دو مين لفيش ابي اولي بي او كوا كان قرأ الإخلاص لركعتي كم قل والله إخوي فهل يقرأ الفلق وباشا فلق بخيني نزلا للترتيب بجري الترتيب إيه والسورة دوم قولتنا زيادتنا للسورة يكم أو تطوير الأولى لقصة أو الكوثر يعني إنا أعطينا بخيني ككم ترى نزلا لتطويل الأولى بلا ترتيب كي تكسي ترتيب كي تكسي أقبل الترتيب كي تطوير الأولاد نابي أقبل تطوير الأولاد كلب ترتيب نابي كل محتمل هردو لا احتماليه بجي شهان بكي باشترا والأول أقربه الأول أقرب ترى لدو قل والله والأذور يعني مراعاة ترتيب باشترا للرعاية تطوير الأولى هو يك وكذا يسن لمأموم فرغ من الفاتحة مأمومة في الثالثة أو الرابعة لسي متسارمي خص سنة نية خرق سورة بخيني لسي متسارم بلا ما تقول لخوبي وإمام أو حيشتا نسو تركوعي أو من التشهد الأول يعني لتحياتي كم لخوبي خص سنة نية تبهد عبروي وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك عميد المزيد لركاء لتحياتي كم خص سنة نية بس قبل الإمام لخوبي سبكي باشا أن يشتغل بدعاء بدعاء فيهما له دشا لفاتحكي ولا تحياتكي لفاتحه ولا تحياتي دعاء بكي باشا محموم او قراءه في الاولى يعني أبي لسيم وتسارم كيف ايش امامي لخذ بتوابه سوره بخيني وهي اولى سورة كباش ترى زي قراءته قيامه قيامه شد عني ولو لم يسمع قراءة الإمام قد يقر قرآن خلنا إمام الجلي ندبو السورة سنة له سنة له مأمومي أو جيليني لقراءة إمامي وكذا في أوليس سرية لهور دو ركعة نجي سرية كعرب خود جلي نابي أو هبتها بعاتي خود سباشا أن يسكت
بقدر قراءة الإمام الفاتحة. وباشا وباشا أتراوس باي أويك إمام فاتح أي دخيني كنجي إن زن إدراكها قبل ركوعه. أقدت زانية في الذكر فاتح أي بخيني بيش ركوع إمامي برش باوش راوستا دي خوي بخوي واباشا أتراوش فاتح أي باش فاتح أي بخيني واباشا راوستا حتى إمام لخود بيتوا امام جنا زانی کجی لخود بیتو دبی با خود لخود دبنی بریم مشین بون دی لخود بیتو برچ راوستا برن هنجی نشویا اگر امام ک سریع بو یا سوره کم دخین لخود دخت بسای فاتحه ک بروانا حدا قوی بخین ان ان زن ادراکها قبل الركوع وحين اذن او زلو ما و یوش خود کرکر یشتغل بالدعاء الى غیره إلا دعاءك فاتح مخينة قرآن إش مخينة لا غيره له لكراهة تقديم السورة على الفاتحة الذي هشتان أتفاتحة نخين دي السورة بيش مخيني نابين. قال في المزموع إمام النووي لمزموع دفرمي ويسن سنة وصل البسملة بالحمدلة للإمام وغيره. واباشا وش قلت بسم الله الرحمن الرحيم راح سمري الحمد لله رب العالمين راموس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد ها وصل بودغه بسم الله الرحمن الرحيم والله زقك كم راوستي توزوك وخبط شو كيف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وش هذا كاوسم وش هذا كاوسم قبل وش توش دري اوش دبي زور في الرازينينا. قال في المجموع ويسن وصل البسملة بالحمدلة للإمام وغيره أو يك وأن لا يقف على أن عمت عليهم أو سرت سوم أقصد طواوة لسا أن عمت عليهم إجراء نوستي لو لأنه ليس بوقف زي وقفينيا ولا منتهى آية عندنا نمنتهى آيات شلكنا ولكن أنا في أن هوسون شوان بسم الله دانان حبت كشان في طواوة نبي لسا أن عمت عليهم الرادة وصندي كان حبت فإن وقف على هذا أدي جلس أنعمت عليهم الراوستا لم تسن له الإعادة من أول الآية في بسناك لأول آية لسأهدنا الصراط المستقيم الرافي دابته في نعمه أو دق سيفرم يكشي بسم الله راوستاني نعمه يكشيش أنعمت عليهم بسم الله نعمه راوستارينا وما ذكره في الأولى أقصي كم كفرموي لدو بسم الله الرأسان الحمد لله إبري عزيب سرشي عزائبا وكو فرمويت إمام نووي أقصي لونا وشتوا لو فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته آية آية فاتي أخي النبي غنبري صلى الله عليه وسلم لسهم آية شراد وصا هذه مذهبي مواني بسم الله آياتك إذا بيلس بسم الله راوستي يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف ومن ثم قال البيهقي والحليمي وغيرهما يسن الوقف على رؤوس الآية لسا آخر آية كان لسا الحمان وآباشا رابوستي وإن تعلقت بما بعدها بمتعلق جو فيردي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذه صفة إخوائي دورانيا هذه ما قبل وما بعد على قيد قريب دي يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين هذه يوجد بدل الابن أو عمي علاقات هرج هرج والسباشة للاتباع. الخامس الركوع بين زمين للصفات الأركان ويجر الركوع للكتاب أو يك والسنة أو دو وإجماع الأمة أو سي سماوة وهو لغة الانحناء خو كركنا ديرين الركوع ركعة يعني سلخو الشرك وشرعا انحناء خاص انحناء خاصة دبي لنو يجبي وبروا قبل بي تواخو كركاتو هتا او ناو نفي برامبري او شوكي دبي او ركوع واقله للقائم او لنج لفيودك او جزاري خرج دانشتون جزاك او دقر او ما داعي لفيودك ان ينحني انحناء خالصا الا خوكرك النوبي لا مشوبا بانخناس بانخناس نابي انحناء جوابي انخناس لقتي كربي والا بطلت انخناس او لفيوا سوتش خو وجكو شايك نينيا سوتش خو بسماني داستو
ده سوتش خد بسمينا ده 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 حتى ده صدقات السوكر أو انخناسة أو انخناسة بتهاوى بتار دبي أجا إلا لو انخناسة بي وأقل للقائم أن انحني انحناء خالصا لا يشو لا مشوبا بانخناس وإلا بطلت سندي خوشور كيوا قدر بلوغ راحتيه أي كفيه ركبتيه شدوانيا هو اللي سدسي لسدسو كان داني بلن باي هندي هبي دست بقعد سو كان أجر عزل لبي داني قدر بلوغ راحته كيفيه ركبتيه لو أراد وضعهما عليهما أجا حزي لبي هردونا ولا فانس سو شي داني مع اعتدال خلقته بس دبي كابرش بياوش امام ناوان زيبي وسلامة يديه وركبتيه شوكو دستكاني سلامة بي اغنى عندك هيا دستي كرتا هرسن دي خوشور كاتوا هيا دستي دريجة على بيورا دولة بي دقاتا سوچي دقروان من دانيا دقروان من دانيا ادي اگر اوهابي لان لو واجب دبي اوهابي لانه بدون ذلك لا يسمى ركوعا نارين الركوع الشرعي نارين الركوع لغتي بل نارين الركوع الشرعي فلا نظر لبلوغ راحتي طويل اليدين ايش تعني هذا بيوي ناولا في دقات السوشي وحساب نيا ولا أصابع معتدلهما أي معتدل جبي إلا سربنزي بقاتي نابي دبي ناولا في بقاتي إيرا وإن نظر فيه الأسنوي ولو أسنوي قوتيتي أمن واتي دقام بكالك دي ولا لعدم بلوغ راحتي القصيري كابرا دستي كرتا ويجب أن يكون متلبسا بطمأنينة دبي متلبس بطمأنينة جركو عكا طمأنينة دابي للأمر بها في الخبر المتفق عليه كوا طمأنينة ولابطها أن تسكن وتستقر أعلاؤه بحيث ينفصل رفعه منه عن هويه رفع كيل قيامه فرق يا حبي لولو او يكديت ديت الركوعي لك دي زود زياوازو بي من هو يبشي والكل من هو لقيامه ينفصل رفعه منه لقيامه خر لقيامه ما تخواري عن هويه لو هات نخواري هات نخواري يصع هويه اي بفتح اوله يجوز ضمه هويه راوس بفتح أوله بين أخوان بفتح أوله ويجوز ضمه إيه أوديتيا تنسيب إليه هذا ما هذا أزاي بين أخوان الله ينسيب إليه إليه نبي دجال الله ما كيف خيني ينفصل إليه ينفصل عنه بفتح أوله ويجوز ضمه أبراوة أو زقوت عن هويه إليه ولو سكت بكي منه إليه ينفصل رفعه منه عن هويه إليه لولاي لركوعه ولا يكفي عن ذلك زيادة الهوية ولا يكفي عن ذلك زيادة الهوية برلباتي طمأنيني زيادة الخو كردك هو سندي خو كركاتو ما دام طمأنيني كدرز ويلزمه أن لا يقصد به أي الهوية غيره أي الركوعي غير الركوعي نامي ما بس لا أنه يقصده نفسه أما النار يم دبي لركوع نية ركوع بيني لهم عبادة لا عبادة أول زركاة تقول الله أكبر أو نية انسحاب دكا حتى السلام عليكم أو أفعالنا هم نية ناوي برن صرفي مكل وغيره أو هادرم أو هادرم ويلزمه أن لا يقصده به غيره أي الركوع لا أنه يقصده نفسه نق نفس الركوع دبي نية بي أو هام نقوت يا ها سيمن مقورة لأن نية الصلاة منصحبة عليه ما دام بتفريح دكالة سر أو قصيعي فلو هوي لتلاوة أجر خوي كور كرد ولو تلاس دي تلاوة أو قتل نحو حية فزع له عند بلوغه حد الركوع ركوعا لدى وش قيشت الركوع قلت نا والله فينا سز دي تلاوة وازمني ما ركش رويشت تازب يمنا كجري أو لم يكفي كافينيا هذه دبي تسوكا بل يلزمه أن ينتصب دبي حستي تو ثم يركع أو ذرك عباله لسرفه هويه لغير الواجب سنشي خو كركنا وكي لواجب كي نبوى فلم يقم عنه وبدل واجب ناكمي وكذا سائر الأركان حمو أركان يجل خط فيربا أو هاي ومن ثم
لو شرع مصلي فرض مصلي فرض اي كابراء نجي فرسي ذكر في صلاة أخرى سهوا بس سهو دستي بنوجه شتككر هلا ناو نوجه لفاتحة خين نيقو تدبا فاتحة بخين ولو نوجه شتكا بس سهو وقرأ آيات شتخين ثم تذكر لذا ببيرت هاتوا إيه لم يحسب له ما قرأه نيت إن يرانت إن لدعاء قلت له عسر بفاتحة شو بخينه لد بسهو لدعاء بنيش عسر ذكي أو فاتحة له عسر خين أو فاتحة حساب نيا لم يحسب له ما قرأه إن كانت تلك نافلة أجر سندوي أجر أوي نقل ولا يكل أو سندوي سنش السندوي بدل واجبي ناكري لأنه قرأ معتقدا النفليتا سنش السندوي بدل واجبي ناكري كذا أطلقه غير واحد بمطلقيان وقوتيا وليس بصحيح بلان صحيح إجنية وقصية لو صحيح نية لما يعطي قبيل الثاني عشر لبيش أركان ركني دواز دمين وفي سجود السهوي واختلاف التصوير واختلاف التصوير هنا وثم لا نظر إليه أو تصوير إيراد أجر سجدي السهوي بشي ركني دواز دمين سورة كان زياواز بي قيديناك أولو لاتحاد المدركة فيهما سنجي مدركة كهولو شي هريكا دليل كانيكا بل ذاكا أو لا إيرا أو لا ترك وبر كما هو ظاهر كما هو ظاهر إذا ما دم ببر بكي باشا فاتحة الفاتحة صلى الله على سيدنا محمد بل ذاك اي ما هنا اولى بالعصباني حسابي بك كما هو ظاهر لو فيه تامل لنا اويدري ابن قاسم بيرازينيا أو إلى موضوع دري نجي وازبي تواو كرديا ملا تواو كرديا سلامي داي توا بسهو هرستاي توا سنتي دكا ليابي أو سنة هر لباتي أو يدكيا سنة وازبي تيكر دكا باشي السلامي برم وازبي كرديا هر دسي توا لو ركعتي سيمين دز بسنتي دكا سلامي دا تولى ركعتي دومين هل دستي تولى ركعتي سيم بغرتي دستي نجشت كده سنتي دكا تكر دكا فاشي سلامي او فاتحي كده خيني لو حسابا او نجشت كده سلامي دا تولى مادم او فاتحي لو حسابي او هل نجش خويتي بطريق الاولى اولويتك اوه وجه الاولوية فيما قبيل الثاني عشر انه اكمل الصلاة على ظن النفلية ولم يؤثر فبالأولى أن لا يؤثر في القراءة وحدها على ظن النفلية وفي سجود السهو أنه إذا سلم سلام دعوة ثم أحرم بالنفل دائب استا سنة وقرأ على ظن النفلية ولم يؤثر قراءتك له حسابا نجشتك يا فبالأولى أن لا يؤثر فيما إذا لم يسلم يا سلامي ندعيته او طريق الاولاد اخوانته اشتك بشان باش غادي نقول لي رشيديني بس هو عاشق بز لي ردي رحمه الله يعني الله زي الاولويه او الشلواني وانا ناري نعم زي في تامل سبحانه وتعالى لو شرع المصلي فرض صلاه اخرى سهوا وقرا ثم ان كانت تلك نافله باش هو مصلي فرضا لم يحسب له ماذا بري ان كانت تلك نافله
ها اقرا اليمين نافله بي نافله المراد بي كما كان نا اخلب دليل كي راد يا رب دليل كي بخينو لانه قرا معتقدا نفليته اخري كم زال خينيت يعني نيجي كم قربا ها نيجي كم انا قرا معتقدا لنفلكي يعني قربان اوي زلام الدري وي انتقال دولا يكرد يعني اخرا فرض زي السنه دي هذاش بس السنه زي الفرض دي انا ها فرض زي السنه دي هذا نشي بس السنه زي ايوه ايوه اخذ بنيجي اولي نيتي مصلي فرضيه لأنه نجى فرز انتقادك وليس سنة انتقادي سنتاتي هي وفاتحة كذا فرز سنتك هل فرزة سنتي لك هذه كاوبية كما كي يقول معها إن كانت تلك إن كانت تلك نافلة هي كما كي يعني. أنا أخي ناري مصلي فرض خو عافك أخو من أفهمي هي الصلاة الأخرى المشروعي فيها سهوة إيه أنا هذا قال واجب كيدا أول واجب على دعاء السنة أول واجب على دعاء السنة أقول بفرز دستي في كبير أخيدي وأن يكر بالسنة مصلي فرضي ما يدبع أقول إن كانت تلك وقرأ ثم تذكر لم يحسن له ما قرأه إن كانت أي ويا ثم أي ومن ثم شرع لو شرع مصلي فرضي أي في صلاة أخرى مصلي فرض أو نبت السنة هو فرزة أو إدانة أو هيش في صلاة أخرى لن يوجد شركة أو أخرى من بعضنا كل جدا في السنة المعزبة سواء وقرأ ثم تذكر لم يعسم له ما قرأه كنجي إن كانت تلك نافلة أخرى كنافلة نافلة بيت بلا واي تلك دقة أخرى إذا هذا خيز رقنا كل دقة يوري دابي أخرى شبانك إيه الصلاة الأخرى إيه؟ تلك هي الصلاة الأخرى المشروع فيها السهول أريد أن أقول لك إيه؟ مشروع فيها السهول لأنه قرأ معتقدا نفليته إيه؟ لأنه قرأ معتقدا أن نفليته تنشئ أخرى كيف نفل دانا يا أو كأخرى بفرزني مصلي فرزني بس بس هو بس هو ليش شباب يستغى دي اللي نش بس هو بس هو أول بغازي ودا بس تا لدى بس هو دا سيبنجو شي سنتك إيه زاري دو من اتقاتي في سنتاتي هي لما انتك ماذا كان بس العادة تريك ماني خستان عزاوة تقوى عزاوة تقوى عزاوة تقوى